إذن النشرة الصحية نبدأها بالعناوين. كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً وجب أن يفكروا في تناول الاستاتينات. دراسة جديدة تكشف عن تقنية جديدة للتنبؤ بأمراض الكلى المزمنة. من الممكن أن تستنشق جسيمات بلاستيكية دقيقة قد تدخل بعد ذلك إلى دماغك. استهلاك نظام غذائي غني بالبروتين يمكن أن يضر أكثر مما ينفع. الاستاتينات هي زمرة دوائية تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار لدى الشخص، ما يساعد في الحد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يوصى عموما باستخدام استاتينات للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عاما، والذين لديهم عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية. على الرغم من ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أن عددا أقل من كبار السن يستخدمونه. ووجد باحثون من جامعة أكسفورد أن علاج ستاتين كان فعالاً من حيث التكلفة، ويرتبط بنتائج صحية أفضل لدى كبار السن المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية السابقة. قام باحثون في جامعة أرهوس الدنماركية بتطوير تقنية جديدة لتحديد الأفراد الذين يعانون من الفشل الكلوي المزمن، والذين هم أكثر عرضة لفقد وظائف الكلى في نهاية المطاف. وتعتمد هذه التقنية على فحص الأرصدة الحامضية القاعدية لعينة البول، والتي قد تحدد المؤشرات المبكرة لتراكم الحمض، وهي حالة قد تضر بوظائف الكلى. اكتشف بحث من جامعة ساو باولو وجامعة فرايا برلين وجود مواد بلاستيكية دقيقة في البصلة الشمية الموجودة في الجزء السفلي من الدماغ. إن البلاستيك الموجود في الأغراض اليومية لديه القدرة على التسلل إلى الدماغ، ويشير تحديد الخبراء للجسيمات البلاستيكية الدقيقة في الأنف وكذلك في البصلة إلى أن المسار الشمية من المرجح أن يكون موقع دخول للجسيمات الخارجية إلى الدماغ. أظهرت دراسة أجراها علماء من كلية الطب بجامعة بيترسبرغ أن البروتين الزائد في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يساهم في أمراض القلب. فالوجبات الغذائية التي تتكون من أكثر من 22% من السعرات الحرارية التي يتم الحصول عليها من البروتين يمكن أن تسرع من خطر الإصابة بأمراض القلب، وإلى زيادة تنشيط الخلايا المناعية المتورطة في تكوين لوحة تصلب الشرايين، وهذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. إذن شكراً لطيب المتابعة.